اهلا وبيعملوا سوغو نوفا فيديو دو لالا نوادي، ان شاء الله انتم بخير. انا الحمد لله لاباس. اليوم جيت لكم واحد الكولابوراسيون مع صاحبتي لطيفه من لاشان باي لاتي بيوتي. ان شاء الله انتم سيروا عندها شجعوها كيما شجعتوني انا. وانا جيت لكم واحد الماسك واعره 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 حقتاج. هادشي عندنا كاملين كاينين عندنا في الدار المايونيز. وإلا بغيتو تعرفوا كيفاش نديرو هاد الماسك ديال الشعر وكيفاش تغديو شعركم مزيان مزيان ورجعوا كيما كان، ديروا هاد الماسك وانتوما غيجيكم العجب ديال بصح. يلا نبداو. يلا نبداو، غادي نوريكم المقادير اللي خاصنا على حساب الماسك اللي واعره 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 واعره. خاصنا واحد البيضة، زيت زيتون، واللي ضروري خاصنا هو ميراكل فيب، يعني المايونيز مزيانة على الأخوات، ماشي ديال لايت ولا ديال بيئيت ولا شي حاجة، لا خاصها تكون المايونيز كلاسيكي. وخاصنا العسل. يلا نبداو، ناخد واحد العشق كبير العسل الحار وشوية ديال زيت زيتون، واحد البيضة، ناخذ ثلاثه د العواشق كبار على حساب الطول ديال الشعر ديالك، دابا نحل بعدا شعري باش نلحق مع هذاك الماسك كل قنت في شعري، ماشي ضروري خاصني نحلو ونمشطو. فوالا البنات، دابا ابليكيت كلشي في شعري كما كتشاهدوا و انا اشنو ندير، انا غنجمعهم بواحد لاستيك و في الاخر غادي ندير هاد الميكا فوق راسي لي كيسميو دوش هاوب، شريتو في غوسمان وقيلا شي 1.50 و50، وهذا غادي نديرو الا ما عندكم هاد الطاقية ديال الدوش ما كاين مشكل، ديروها واحد ميكا عادية وشدو بي وصافي. يلا تبعوا معايا. المهم البنات، انا غنمشي ندوج ونخلي الماسك دابا حتى لغدا الصباح ان شاء الله، حقتاش انا عندي مازال شويه الوقت وبقيت باش نيت هاد الماسك يدخل وغدي شعري نيت، ولكن الا ما عندكش الوقت ديري الاقل نص ساعه وخلي في شعرك، ما تنقصيش على سميتو، زعما الاقل نص ساعه ومن احسن الساعه الا عندك الوقت، ولا عندك الوقت بزاف بزاف خلي الليل كاملة بحالي انا دابا. ونتلاقاو تاني غدا الصباح باش تشوفوا الغزل تاع غكوكو زوينات. انا غسلت شعري اليوم الصباح ودرت ليه ليسوغ، زعما هذا درت ليه هذا ليسوغ وقيلا هذا سميتو. والمهم انا عجبني بزاف بزاف الريزلتا، وانتما بريوسكم تشوفوا كيفاش كيبري شعري وما كيبانش مزيان والو، انا كنمسو زعما ما مسيتوش زعما ما حسيتش به مزيان ولا داكشي، وانا صراحه عجبني بزاف بزاف بزاف، راه شفتو وريت لكم في الاول كيفاش كيبان
ودابا كيفاش كيبان. وانا ما درت ليه والو 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 شي سيروم زعما باش باش يبان رطب ولا باش نرطبو احسن، لا والو، باش تشوفوني درت غير هذاك سميتو سبراي باش ما يحرق ليا شعري وصافي، هذا اللي درتو. وانا صراحه عجبني بزاف الريزلتا، هذا مره ثانيه في حياتي درت هذا الماسك، وانا صراحه كل مره كيعطيني واحد الريزلتا واعر واعر واعر. وان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، هذا الكولابوراسيون. كنشكر صاحبتي باي لاتي بيوتي، انا غندير لكم هاد التسميه دابا هنا ديال لاشين ديالها، سيروا لاشين ديالها وتابونيو عندها، غادي نفرحوا بزاف بزاف انا وياها. وتا انا بغيت نشكركم كاع اللي جداد معنا ومرحبا بكم معنا، وشكرا. او ثاني على حساب 10,000 ابوني، شكرا 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 بزاف بزاف. والله الا فرحتوني بزاف بزاف، ما نقولش لكم، ما نقدرش نعبر مزيان باش نقول لكم كيفاش انا فرحانه. حقتاش انا خاصني شويه مازال عربيه، ولكن معاكم تحسن ياك، تحسن ليا العربيه ديالي زعما، ولا حسن من الاول ولا حسن من قبل. وداكشي علاش انا كنشكركم بزاف بزاف، حتى انا وليت كنفهم نقرا ولا كنعرف نقرا الميساجات ديالكم بالعربيه. وانا على حساب هادشي وعلى حساب الشجاعة ديالكم كان انا فرحانه بزاف بزاف صراحه. وشكرا بزاف على الزوينات، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، ان شاء الله حتى المره اخرى. باي باي.